سلامات. وش فيك تناظرني كذا؟ وين رايحة؟ أبد، معزومة على الفطور عند صديقتي. خير في شيء؟ ليه ما قلتي لي طيب؟ ليه؟ ما قلت لك أمس؟ لا طبعا ما قلتي لي. ولا يهمك، ما صار شيء. الحين أقول لك. أروح لها عادي ولا أعتذر منها؟ ترى فأنت وش فيك تكلميني كذا؟ صار لك شيء؟ ما في ولا شيء. صديقتي وعزمتني على الفطور، وين المشكلة فيه؟ الحين نطلع من الشركة متأخر، ما تسألين ليش تأخرت؟ وأدخل الغرفة الحين ولا كني موجود، والحين رايحة عن صديقتك ولا علمتيني؟ من متى إن شاء الله وأنت كذا؟ وأنت دائما تقولي لك كل كبيرة وصغيرة، ولا خلاص أنا الحين صرت ولا شيء عندك؟ وأنت قلتها بلسانك، كنت أسألك واهتم، اليوم كل شيء تغير. ممكن توضحي لي معنى كلامك؟ طلال، ترى أنا قاعدة ألعب لعبتك، أحاول أكون مرايتك. مو أنت اللي اخترت أنك تنفذ سياسة العض على الأصابع؟ تبي تشوف مين فينا يتحمل أكثر؟ أنا اليوم قررت أني ألعب على طريقتك، وبيك تعرف زين أني مستحيل أستسلم. عنذنك.